جميل ما ينسب للإمام الشافعي عليه رحمة الله قوله: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلم، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. هذا المعنى الذي قرره الإمام الشافعي أحبه جاء في حديثين لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والحديثان موضوعان. الحديث الأول: من يزني يزن به ولو بجداري أو ولو بحائط بيتي، وهو موضوع. والحديث الثاني: من أدمن الزنا رأى ذلك في أهله، وهو موضوع. حديثان موضوعان، لكن يا أحب هذا المعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي موجود في كتاب الله. أين ذلك؟ قال ربنا عز اسمه: من يعمل سوءا يجزى به وربك لا يظلم أحدا. قال قائل: هل تجزمون بأن من وقع في جريمة الزنا لا بد أن تزني زوجته؟ الجواب: لا يقول أحد بذلك، لا نجزم بذلك، لكن سيرى ذلك في بعض أهله، قد يرى ذلك في ابنته، قد يرى ذلك في أمه، في أخته. المهم لا بد أن يبتلى بذلك، لا بد، لأن الزنا دين لا بد أن يكون له سداد. لو واحد طرح سؤال قال: زوجة ذنبها شنو؟ الجواب يا أحبة: أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور بأسبابها، قد يقدر لهذا الذي يتلاعب بأعراض المسلمين أنه يتزوج من امرأة لا علاقة لها بالطهر والعفاف، ولا يظلم ربك أحدا والجزاء من جنس العمل. السؤال الأول: ما الحل؟ الحل أن تراقب الله في أعراض المسلمين ليحفظ عرضك. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. السؤال الثاني: زر التاب من هذه المعصية، الذي تاب وقع في الزنا لكنه تاب، هل يكون مهددا بذلك؟ الجواب: لا. قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.